مندوب المخلص اللي تقطعه هدومه. ده اللي حصل بالظبط وتماما في منطقة المرج لما واحد مسجل خطر وقف يعاكس بنت. قال له شاب، قال له يا اخي اعتبرها زي اختك، اعتبرها والدتك، اعتبرها اي حد. قال له انت مالك؟ غزه بالسكين، عوره. جاء اخو الشاب اسمه كلوبالي جاي يدافع عن اخوه فقتله. كلوبالي اتقتل. كلوبالي في المنطقة هناك لقبوه بشهيد الشهامة لانه كان بيدافع عن بنت بتتعاكس. احنا رحنا هناك وقابلنا والدة كلوبالي اللي اتكلمت عنه وازاي كان بيراعي اسرته وازاي كان شاب شهم بيدافع عن كل الناس. تعالوا نشوف والدة كلوبالي قالت لنا ايه. ابن الكبير اللي هو امين دوت كان بيدافع عن واحدة، كان بيدافع عن واحدة بيقلبها هو راح شغله وبيقول له ليه حرام مالكش اخت؟ قال له معاقبه في الكلمه يا ابني الكذا. يا ابني الكذا. قال له ايه؟ لا عم بياخد مثلا البت منه اللي هو ايه؟ كان العاود يتعدى عليه، العاود يتعدى عليها ويفتشها وياخد فلوسها وياخد تليفونها. فعوره، راح معور ابني في ايده الاثنين. طبعا كده جه كله بالي بعد كده. جاء امين ابن الكبير. ماشي، ما هو امين هو ده وقت الكبير. بعد بتعور كبير. الكبير التاني راح على شغله نفس النظام. التاني رايح على شغله. محمد المودي ده يتعدم مش يتحبس. يتعدم. يا جماعة، التربية اللي دايما بنتكلم عنها، هتربي ابنك كويس هيطلع شهم زي كلوبالي، يدافع عن البنات والناس كلها تحبه زي ما الناس كانت لسه بتتكلم معانا. مش هتربي ابنك كويس هيطلع زي المسجل خطر اللي قتل كلوبالي، الشخص الشهم اللي يدافع عن بنت وارتكب جريمة في ساعة شيطان.